بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات روائع العلوم الطبية الشرعية. النهاردة بإذن الله هنناقش موضوع مهم جدا جدا ويحتمل الكثير من الجدل، وعايز أسمع آراءكم حوالين هذا الموضوع. واحد أو اتنين بيتخانقوا مع بعض في حالة مشاجرة، والاثنين بس مجرد في حالة تماسك من الملابس والأطراف العلوية، بيمسكوا بعض من الملابس والأطراف العلوية بدون استخدام أي أدوات. بعد حوالي 10 دقائق من المشاجرة واحد منهم توفى. لما عملنا الصفة التشريحية للجثمان أظهرت وجود سحاجات زفرية نتيجة الأظافر في الأطراف العلوية وكدمات بسيطة في الأطراف العلوية، وفحص القلب أظهر تضخم موجود في القلب كان بيزن حوالي 575 جرام، وفي انسداد في ضيق شديد جدا وأدى إلى انسداد بنسبة حوالي 80% من الفرع الأمامي النازل للشريان التاجي الأيسر. والأسئلة اللي في الحالة دي اللي لازم نطرحها، ايه سبب وفاة الشخص ده؟ هل السحاجات الظفرية والكدمات اللي احنا شفناها دي ممكن تموت؟ بالتأكيد لا. طب هل الحالة المرضية اللي الشخص ده كان بيعاني منها وهي حالة مرضية مزمنة نتيجة ترسب الكوليسترول في جدر الشرايين التاجية وأدت إلى الضيق، هل هذه التغيرات المرضية تؤدي للوفاة بمفردها؟ بالتأكيد وصل ل 80%، يبقى من الممكن الانسداد، من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة نتيجة هذه الحالة المرضية. طب إيه علاقة المشاجرة؟ هل الوفاة هنا نتيجة هذه المشاجرة أم لا؟ ده بقى هيجرنا إن إحنا عشان نناقش هذا الموضوع المهم جدا، لانه هذا الموضوع يمثل جدل كبير جدا، ان احنا نشوف ايه التأثير الفسيولوجي للشجار. الكلام اللي احنا بنقول ده الكلام النظري، يعني لما تعرف اي مرجع ايه التأثير الفسيولوجي للمشاجرات هنعرف انه في ده التأثير ده بيعتمد على حاجتين: افراز الادرينالين والنورو ادرينالين، وبعدين الحاجة التانية ليها علاقة بالبوتاسيوم اللي هو ارتفاع وانخفاض نسبة البوتاسيوم. تعال نشوف ايه حكايه الادرينالين والنورادرينالين، وبعدين نعرف ايه الادرينالين ده بيفرز منين. بيفرز من الغده الكظريه اللي هي الادرينال جلاند اللي هي الموجوده فوق الكليتين، ودي بيبقى تحت الكنترول او تحت السيطره بتاعه الغده النخاميه بتوتر جلاند، والبتوتر جلاند دي مسؤوله عن هرمونات اهمها طبعا الالدوستيرون والكورتيزول والادرينالين والنورادرينالين. الادرينالين ده بيسموه هرمون القتال والهروب، فايت اند فلايت هرمون، وده بيفرز في حالات الاثاره الشديده. الناس قاعده تتفرج على مباراه كره قدم او اثناء التعرض لموقف خطير جدا، واحد تعرض لزلزال، لحادثه، او نتيجه التهديد مثلا تهديد بالقتل، او نتيجه اجهاد بعد ممارسه مجهود بدني عنيف. طب ازاي الادرينالين ده بيطلع؟ لما الجسم بيتعرض لمصدر خطر شديد، في جزء من المخ ده مسؤول عن العواطف، التعامل مع العواطف، اسمه الأميجدالة. الأميجدالة ده بيرسل إشارة لحتة اسمها الهايبوثالاموس اللي هو ما تحت المهاد، ده اللي يعتبر مركز القيادة بتاعت المخ بتاع الإنسان، فبيرسل له إشارة بيقول له إنه في خطر. مركز القيادة اللي هو الهايبوثالاموس ده للمخ ده بيبقى بيرتبط بباقي أجزاء الجسم عن طريق حاجة اسمها الثيمباثاتيك نيرفوس سيستم أو الجهاز العصبي الثيمباساوي. هذا الجهاز العصبي الثيمباساوي ده بيرسل إشارات عن طريق الأعصاب اللا إرادية الأوتونوميك نيرفز، بيبعتها للجزء الداخلي من الغدة الكظرية اللي هي الأدرينال مظلة عشان تفرز أدرينالين. لكن في حالة الخطر الأدرينالين ما بيطلعش بكمية بسيطة، بيطلع بكمية كبيرة جدا بنسميها أدرينالين رش. الاندفاع الغزير للادرينالين ده في الدم اللي بنسميه ادرينالين رش ده بيعمل حاجات كتيره جدا هنشوفها بسرعه كده. اهمها هو الهدف منها ان هو يديني طاقه سريعه جدا في اقل من جزء من مليون من الثانيه، عشان ده رد فعل سريع جدا بيعمله الانسان من غير ما بيفكر الانسان.
يعني انت تتخيل انك واحد بيضرب عليك نار، لقيت نفسك بتجري جري لا يمكن تتخيل انت بتجري ولا جري العدائين، لانك انت في خطر. كل ده حصل نتيجه افراز الادرينالين. الادرينالين ده بيعمل ايه بقى؟ اول حاجه بيروح على مستقبلات خلايا الكبد عشان يكسر سكر الجلايكوجين الى سكر جلوكوز، وده بيدفع بكميه كبيره جدا من الطاقه للعضلات. تاني حاجه انت عايز تتنفس بسرعه عشان تجري، فبيروح على مستقبلات الرئتين عشان يخلي يزود معدل سرعه التنفس، ويروح على الخلايا العضليه يعمل انقباض للخلايا العضليه اللي تحت الجلد، وبالتالي بيزود التعرق، ويروح على مستقبلات خلايا البنكرياس عشان يزود يوقف انتاج الايه الانسولين. لكن اهم حاجه بقى هو تاثيره على القلب. ايه تاثير الادرينالين على القلب؟ الادرينالين بيشتغل بيعمل زياده في تنبيه مستقبلات الفا 1، وده بيعمل دي للاوعيه الدمويه عموما، وبيعمل تنبيه لمستقبلات بيتا 1، ودي بتعمل زياده معدل القلب بزياده قوه انقباض القلب بزياده سرعه توصيل القلب. طيب النورادرينالين بقى يعمل ايه؟ يتفاعل مع مستقبلات الفا 1، وده بيؤدي الى انقباض الشرايين التاجية، وبالتالي بيقل كمية الدم المؤكسد اللي واصل لعضلة القلب. المحصلة النهائية من اللي انا قلته لك ده ايه؟ انه بيحصل ضيق في الاوعية الدموية ومنها الشرايين التاجية، وبالتالي بتقل كمية الدم المغذية للقلب بالرغم من زيادة احتياج الدم للقلب، لانه في معدل زيادة القلب زاد، معدل القلب زاد، زيادة قوة الانقباض، زيادة سرعة توصيل القلب. القلب السليم يستطيع ان يتعامل ببساطة شديدة مع هذه التغيرات الناشئة عن الادرينالين رش او الاندفاع بتاع الادرينالين، ولكن القلب المريض قد لا يستطيع التعامل مع مثل هذه المتغيرات. أعلى مستوى في تركيز الأدرينالين بيكون بعد توقف المشاجرة بحوالي 3 دقائق، وهذا المستوى المرتفع من الأدرينالين يستمر مرتفعا لمدة تزيد عن ساعة، يعني تصل في المتوسط الساعة وقد تزيد عن ذلك بعد توقف المشاجرة أو توقف الإثارة اللي أنا كنت فيها. طب بالنسبة للبوتاسيوم، البوتاسيوم ده أثناء المشاجرات والعنف بترتفع نسبة البوتاسيوم نسبة بارتفاع شديد جدا، تزيد عن 5.5 ملي مكافئ لكل لتر أو أكثر كمان. بعد توقف الشجار يحصل انخفاض شديد في البوتاسيوم يصل إلى حوالي 2 ملي مكافئ لكل لتر. هذا الانخفاض للبوتاسيوم هيستمر حوالي 1.5 ساعة. يبقى إذن أنا عندي ارتفاع في البوتاسيوم وبعدين انخفاض. أثناء الارتفاع بتاع البوتاسيوم مفيش مشكلة، لأن أثناء ارتفاع البوتاسيوم بيتم معادلة الارتفاع ده نتيجة زيادة نسبة الأدرينالين والنور أدرينالين. لكن المشكلة تحدث أثناء انخفاض نسبة البوتاسيوم بعد توقف الشجار، لأنه هيحصل اضطراب شديد في نبض القلب اللي هو الأريثميا نتيجة هذا النقص الشديد في نسبة الأدرينالين. مش هيقدر يعادلها هنا النقص الشديد في نسبة البوتاسيوم، مش هيقدر يعادلها الأدرينالين. الفترة دي اللي هي المصحوبة بانخفاض شديد في البوتاسيوم بيسموها بوست اكسرسايز بيرل. بوست اكسرسايز بيرل اللي هي فترة خطر ما بعد التمرين، ودي بيحصل فيها اضطراب شديد في نبض القلب. طيب يبقى إذن احنا عرفنا دلوقتي ايه اللي بيحصل نظريا. طب انت طبيب شرعي بتشرحت الحالة دي، تقدر تقول لي عمليا ايه هو تأثيرات المشاجرات وايه هو تأثيرات افراز الادرينالين والنور ادرينالين والبوتاسيوم انت بتشوفهم وانت بتتعامل مع الحالة؟ ايه علاقة، وسؤال تاني، ايه علاقة المشاجرة في الوفاة؟ طب تعال سؤال نسأله عمليا بقى، انا بشرح جسمانا اهو. أول سؤال يجب أسأله لنفسي، هل في طريقة لقياس نسبة الأدرينالين والنورادرينالين والبوتاسيوم بعد الوفاة؟ للأسف لا يمكن قياسهم بعد الوفاة. طيب أمال أنت دلوقتي عايز تقول إن المشاجرة السبب في إيه؟ هل كل الناس
يعني انت عندك 60,000 واحد بيتفرجوا على الماتش في الاستاد خلاص، وكم مليون بيتفرج عليه في البيت، كم واحد من دول عنده مريض بالقلب؟ كتير. هل كلهم ممكن يموتوا؟ ممكن انت تسمع ان واحد مات اثناء جون جه في الفريق بتاعه او فريقه جاب جون، سواء كان ضحك مبسوط جدا او حزين جدا، ممكن يموت، وارد وارد. طب كم واحد مريض بالقلب بيتفرج وما ماتش؟ يبقى اذا رد الفعل للاشخاص، رد فعل الاشخاص للمشاجرات وللاثاره وافراز الادرينالين والنورادرينالين والبوتاسيوم بيختلف من شخص لاخر طبعا بالتاكيد. طب انت امتى تقول لي ان الشخص ده وانا بشرحه تاثر بالادرينالين او النورادرينالين؟ ما اقدرش اعرف، مفيش حاجه عمليه اقدر اقولها. طب السؤال التاني اللي تساله لي، الشخص ده اللي انا بشرحه دلوقتي اللي الكاميرا مصوراه ان هو بعد المشاجره ب10 دقائق توفى، لو كان نايم على سريره ممكن يتوفى؟ ممكن يتوفى. طيب في وسيله عمليه مش نظريه بقى غير اللي احنا بنقوله ده تؤكد ان المشاجره هي سبب الوفاه؟ مفيش. طيب يبقى اذا نداء لكل زملائي الاطباء الشرعيين، في كتير من زمايلنا بيكتبوا في مثل هذه الوقائع الجمل اللي انا هقولها لكم دي، يقول لك من راينا ان وقعه التعدي على المذكور تخلف عنها اثار اصابيه بسيطه مثلا بالاطراف يصاحبها وما يصاحبها من مجهود جسماني وانفعال نفسي شديد من شأنه أن يلقي عبئاً إضافياً على القلب الذي يعاني أصلاً من حالة مرضية مزمنة، ومن ثم مهدت هذه المشاجرة وهيأت لحدوث نوبة قلبية حادة أدت للوفاة. وإحنا من إمتى في طب الشرع بنبني معلوماتنا على معلومات نظرية؟ هل أنت شفت الكلام ده؟ شفت أي أثر لنوبة قلبية حدثت نتيجة المشاجرة؟ هل عندك أي حاجة تثبت بيها الكلام ده؟ ما عندكش. يبقى أنا الحاجة المؤكدة بالنسبة لي في حالة زي دي إيه؟ إن الراجل ده، إن الحالة حدثت نتيجة حالة مرضية بالقلب، هي ده الحاجة الوحيدة المؤكدة بالنسبة لي. ما هو الدافع وما هو المؤثر دي ما عنديش، ما عنديش حاجة. أنا شايف في الكاميرا، لكن ما هو ممكن يكون ده وفاته نتيجة الحالة المرضية في التوقيت ده. مش انت انت كطبيب شرعي بتشرح حالات كتيرة جدا في حوادث مرور، واحد عمل حادثة، تيجي نشرح نلاقي ان هو عنده جلطة في القلب، الجلطة دي ما جاتلوش نتيجة الحادثة، ده هو جاتله الحالة الجلطة، فالجلطة دي هي اللي خليته عمل الحادثة. يبقى اذا هنا مهم جدا جدا انت كطبيب شرعي المفروض انك بتتكلم على الحاجة العملية اللي انت شايفها، وده هيجرنا لعلاقة السببية في القانون. علاقة السببية يعني ايه؟ ان النتيجة الاجرامية اللي حدثت بالمجني عليه سواء كانت الوفاة او الاصابة تكون بسبب السلوك الاجرامي ذاته. يعني بمعنى اذا ما كانش في رابطة سببية ما بين السلوك الاجرامي والنتيجة الاجرامية، الجاني لا يعتبر مسؤول عن الوفاة. وهناك نظريات كثيرة، اهمها ثلاث نظريات بتتكلم على هذا الموضوع، منها مثلا نظرية تعادل الأسباب اللي بتقول لك أن الجاني يسأل عن النتيجة الضارة التي وقعت أيا كانت النهاية. فبيقول لك مثلا نظرية تعادل الأسباب بتقول لك واحد ضرب واحد، طلقة جت في دراعه، طلقة بسيطة جدا دخلت وخرجت وما جاتش في أي عظم ولا أي حاجة، ولا جاتش في وعاء دموي رئيسي، وتشفى في بضعة أيام بسيطة جدا، وراح المستشفى بس بيخيطوا له الجرح والكلام ده، عملوا أشعة وما فيش حاجة، وأثناء وجوده في المستشفى حصلت حريقة، مات من الحريق. فهنا نظرية تعادل الأسباب تقول لك إن الجاني مسؤول عن وفاة هذا الشخص، لأنه لولا حدوث هذه الإصابة النارية ما كان دخل المستشفى اللي حصل له فيها الحريق. يبقى هنا بتحمل الجاني، وبالتالي دي النظريه دي بتوسع جدا من السلوك الاجرامي. اما نظريه السبب المباشر او الفعال اللي هي بتقول لك يسال الجاني عن النتيجه الضاره التي احدثها اذا كانت متصله اتصالا مباشرا بسلوكه الاجرامي. فإذا كان لا يسأل جاني إذا كان المجني عليه قد فارق الحياة نتيجة مشكلة صحية بالقلب وليس
بسبب السلوك الجاني الإجرامي للجاني. آخر نظرية مهمة في هذا الكلام اللي هي نظرية السببية الملائمة، ودي اللي بيعتنقها تقريبا محكمة النقد المصرية تعتنقها. بتقول لك أنه أن الجاني يسأل إذا كان سلوك الإجرامي وفقا للمجرى العادي للأمور سببا لحدوث النتيجة الضارة. واحد ضرب زي الحالة اللي احنا قلناها، ضرب واحد إصابة نارية في دراعه، إصابة بسيطة جدا، وهو في المستشفى حصلت حريق ومات من الحريق. هنا دي بتقول لك إن العلاقة السببية انقطعت، هنا انقطعت علاقة السببية، وبالتالي الجاني غير مسؤول عن فعله لأنه حصل السبب الوفاة هي الحريق وليس هي الطلق النار. أيا كان النظريات الفقهية في هذا الموضوع، أنا كل اللي بركوه منك كزميلي طبيب الشرعي، إحنا في الطب الشرعي ما بنفترضش أي فروض نظرية، دي مش شغلتنا، إحنا بنتعامل مع الواقع العملي اللي إحنا شايفينه قدامنا. شايفين أن الشخص ده فيه علة مرضية في القلب، إذن هذه العلة المرضية هي المتسببة. أما ما إذا كانت المشاجرة قد أدت لارتفاع الأدرينالين أو لم تؤدي، رد الفعل هي شخص واحد بارد عنده برود، يقولوا له ابوك مات، طب امي اخبارها ايه، ولا المشكله ولا الموضوع فارق معاه. فاذا القصه هنا بالنسبه لي مهمه جدا جدا جدا، انه لا نقفز فوق الموجود قدامنا. احنا موجود قدامنا حاله مرضيه في القلب تعزل الوفاه الى ايه، الى توقف القلب والتنفس نتيجه علة مرضية بالقلب، وهي نقص تروية عضلة القلب بسبب التغيرات المرضية المزمنة، التغيرات العصبية المرضية المزمنة المشاهدة بالشرايين التاجية. سعدت جدا بحضراتكم، وما تنسوش ان انتوا عونا للقضاء، وهذا الموضوع شائك، ورأيي دائما ان احنا ما مندخلش واحد محكمة جنايات بناء على معلومات نظرية. احنا شغلنا شغل كله عملي، اللي احنا شايفينه قدامنا هو اللي بنكتبه، ماليش دعوه بالفروض النظريه التي تختلف من شخص لاخر ولا يمكن قياسها بعد الوفاه. سعدت جدا بحضراتكم، واتمنى اسمع ارائكم، واذا عجبك الفيديو تشيره لاصدقائك، ونلتقي دوما على كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.